السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب لكل الدول الإسلامية بخير وصحة وسلامة. إن شاء الله. أنا حبيت إن أنا أشارككم أول فطار ليا في رمضان أنا وعيلتي. إن شاء الله هفطر مع حماتي أول يوم، بس طبعا عشان بقى أنا اللي هنا يعني الشيف وكده، أنا اللي بطبخ، بقوم بالليلة يعني صراحة، لانهم هم بيحبوا الاكل من ايدي، وهم اصلا يعني اكتر ناس شجعوني او ادوني ثقه بنفسي ان انا اكلي حلو، فجت لي الفكره ان انا افتح القناه من الموضوع ده والتشجيع ده. تمام، بس ادعوا لي يا رب قناتي طبعا تكبر وتتفعل قبل 10/7، طبعا قبل السنه ما تهل عليا. قولوا يا رب. ماشي، كل سنه طيبين. مره تانية معايا هنا هعمل اول حاجه، اول صنف معايا هعمله كباب على الفحم، هنشويه مع بعض زي ما انتم شايفين كده. معايا لحمه، حوالي كيلو لحمه، وعليه 25% نسبه دهن، يعني لو هتجيبي مثلا كيلو لحمه عليه ربع كيلو دهن. انا هنا مكتره الدهن لان الدهن صراحه كان عندي في الفريزر، فانا فرمته عندي في الكبه، فحطيت الكميه انتم شايفينها دي. هنزل بقى شوية من التوابل. أول حاجة معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسود، مش هكتر على فكرة توابل كتير عشان ما تضيعش ليا طعم الكباب، أحس بطعم اللحمة وهي مشوية. معلقة صغيرة كمون، تمام، معلقة صغيرة من البابريكا، الفلفل اللي هو الفلفل الأحمر البارد، بس التوابل بتاعتي هي دي بس، مش هكتر حاجات تانية. حط معلقة صغيرة من الملح مؤقت كده، تمام، الملح طبعا لازم نظبطه. فاضل معايا حاجة بسيطة جدا، رشة من جوز الطيب، ما نكترش. حاولي ان انت لما تيجي تشوي فراخ، تشوي لحمة، اي حاجات من دي، ما تكتريش التوابل عشان ما تضيعش معاك طعم الفحم واللحمة كمان. تمام، بعد ما حطيت التوابل هركنها كده على جنب، وهاجي اهم حاجة البصل. انا هنا بشرت بصلتين ما شاء الله حجم كبير، ونزلت عليهم بحاجة بسيطة كده من الملح بحيث ان هي تصفي المية اللي فيها، ده برضو من سر نجاح الكباب عشان ما يفكش معانا. اهو هصفيه كويس جدا من المية، شايفين مية البصل قد ايه، هصفيه ونكمل مع بعض. بعد ما صفيت خلاص البصلة كويس جدا، انا بقى المية دي هركنها كده على جنب، لسه محتاجاها، محتاجة في تصبيع الكباب بتاعي. هنزل بقى بالقشرة كلها على اللحمة وادمجهم مع بعض. ادي الكباب بعد ما خلاص تبلته. حبيت اقول لكم حاجة، لو انتي خلي بالك من الملح، عشان لو حطيتي في الاول ملح ما تكتريش ملح في مية البصل عشان ما يبقاش حادق معاك، يعني الاثنين بالظبط ممكن ياخدوا معلقه صغيره او معلقه الا ربع معلقه صغيره على كيلو وربع من اللحمه. هدخلها اغطيها وادخلها عندي الثلاجه، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. نصيحه بس حابه اقول لكم على حاجه، حاولي ان انت في اول يوم ما تكتريش اكل كتير عشان المعده بتبقى صايمه، وربنا سبحانه وتعالى جعل الصيام ان المعده تصوم، فلما انت تضغطي عليها بالاكل مع الصيام معدتك هتتعب، مش هتقدري تكملي صيام. في الصيام ربنا سبحانه وتعالى عمل الاستغفار والعباده مش للاكل. الاكل ده ما قلناش حاجه، مش هنستغنى عنه ولا اي حاجه، بس يعني بكميات قليله ما نكترش. وكمان حبيت اقول لكم على حاجه كمان بالنسبه برضو للكباب، لو عندك فلفل احمر ممكن تضربيه في الكبه وتصفيه كويس جدا من الميه بتاعته وتحطيه، او قرن فلفل حامي برضو بس يكون احمر، اهم حاجة ما يبقاش اخضر، لا يكون احمر. بس كده هنشوف اصلا في التاني مع بعض. يلا تاني حاجة هنعملها، هنشوي فراخ. انا عندي فراخ هنا غسلاها كويس جدا، ومعايا هنا اللي انا هحمله ان شاء الله التوابل اللي انا احطها، والخضروات هنا شوية من الخضرة المحشي، كزبرة على شبت، وطماطمية مقطعاها، وبصل، وتوم، وفي ليمونة هنا اهي تحت اهي، يعني على حسب الكمية اللي تعمليها. انا عشان هعمل كمية كبيرة فهكتر شوية من الحاجات دي،
وكمان لسه هحط التوابل، وبرده مش هكتر توابل كتير، بس هضرب دي في الكبة ونرجع مع بعض تاني. بعد ما فردت كويس هنا هنزل بمعلقتين كبار كده من الكاتشب اهو، وبالتوابل برده مش هكتر كتير، فلفل اسود، كمون، ملح برده، الملح ده برده تظبطيه اهو، وكمان رشة من جوزة الطيب، معلقة خل، معلقة كبيرة كده، معلقة زيت. الخليط بتاعي ده كله بقى وانزل بيه اتبل بيه الفرخة بتاعتي كويس جدا، واحاول ان انا اوصل الخلطة اللي انا عملتها دي للفراخ كويس جدا في الصدور والورات، وبالسكين برضو، وهتشوفوا هعمل ايه. انا هنا بالسكينة اهو بحاول ان انا بس يعني ايه خرم الفراخ كده، بحيث ان هي تدخل الدقة بتاعتي جوه الفراخ كده. تبت الفراخ هدخلها بقى عندي التلاجة. الفراخ والكباب انا متبلاهم من بالليل، وهشتغل ان شاء الله فيهم تاني يوم، وهنشوي مع بعض، وكل حاجة هتابعها معاكم وهتشوفوها معايا في اول يوم فطار ليا. اللحمة بعد ما سبتها يوم كامل اتبلت، وكمان دي الفراخ ودي اللحمة، ما شاء الله شايفين اللحمة، بس عايزة اوريكم شوفوا جامدة ازاي. هنا رصتها هنا في الشبكة، ودي كمان هعملها في الصوابع كده في السيخ، وهحطها على الشبكة تشوفها معايا دلوقتي. هنا الفراخ بعد ما رصتها كده في الشبكة هاخدها بقى معايا على الفحم. يلا تعالوا معايا. طبعا انتوا فاكرين مية البصل دي انا مرميتهاش، هصبع بيها دلوقتي. بصوا بأي سيخ او بالسنانة بتاعت السكاكين اهو، ببل ايدي بس كده وببلها كده بصل، مية بصل، وباخد بقى الصباع بتاعي اهو بصبع عليها بقى صوابع كبيرة صغيرة زي ما انت حابة اهو. هصبع كل الكمية اللي معايا ونرجع عشان الفيديو بس ما يبقاش طويل عليكم. الطريقة دي كده، انا عايزاه يكون كبير لان انا حاطة فيه نسبة دهن كبيرة، فهيكش معايا يعني. اللي انتوا شايفينه كبير ده هيبقى نصه دلوقتي، هدوب تشوفوه معايا. بصوا نعمل بس حركة بس اهي، اهي بايدينا كده بس عشان يبقى ايه زي بتاع بره كده، ايه اللي احنا شارينه اهو. بصابعنا كده اهي نعلم فيه بس اهو. اهو بعد ما صبعت الكميه كلها ميه البصل كده بس ايه يعني رشرشه بسيطه كده من ميه البصل، بتدي طعم حلو قوي للكباب بتاعنا اهو. ناخده بقى على الفحم مع بعض جنب الفراخ. انا هنا زي ما انتم شايفين حطاهم هنا عندي على الفحم شويه، حطيت هنا الفراخ خدت لون، وبقلبها كل شويه واقفه جنبها طبعا عشان ما تتحرقش، واقلبها. شايفين النار دي بسبب الدهن اللي في اللحمه. زي ما قلت لكم الكباب ده حجمه هيقل، هتابعها بقى ونرجع نشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. حبايب قلبي الفراخ اهيتي بعد ما اتشوت معايا، انا بس ايه حبيت اوريكم حاجه بس لو احنا عاملينها بدري ونحافظ على سخونيتها، بجيب كده ورق اللي هو الورق السلوفان او الفويل ده، وشويه كده من الخضره اللي عندي اللي هي عباره عن شبت وكزبرة. صراحة أنا بحب أحط كزبرة، بس دلوقتي دي هي الكزبرة عندي هي الإيه قليلة، بس مش مشكلة أحط كزبرة وبلفها كده أهي. وكمان الكفتة بتاعتي تحت أهي أهي، كباب أهو زي ما أنتم شايفين نفس الطريقة برضو أهو. هاخد ده كله وأنزل تحت بقى عند حماتي عشان بقى نكمل بقى نطبخ الرز والأصفر وكده، وأهو بقفله كده، وبرضو الفراخ معايا، وبرجع اغطي الحله بتاعتي اهو. الفراخ كمان اهو في حله واحده، كله في حله واحده اهو، وبغطي بقى عشان يفضل معايا سخن كده وجميل. يلا ننزل مع بعض تحت. انا نزلت اهو والسفره بتاعتنا جاهزه. هنا الفجل، هنا حمايه هو بيحبه، والرز بتاعنا المصري عادي، والسلطه والمخلل اهو، الجزر، وهنا زيتون، وعملنا سلطه كتير، والطحينه طبعا مفيش استغنى عنها. وهنا طبعا هنا الطحينه ثلاثه، انا اللي عملت كل حاجه طبعا، وحماتي طبعا ساعدتني ربنا يخليها. والرز اهو تمام، والعيش بتاعنا الجميل، وطبعا مفيش استغنى بقى عن الميه، عملنا هنا عصير مانجا وعصير تمر هندي. واهو معلش بس ايه، وهنا الفراخ بتاعتنا اهي، شايفين بقت طريه ازاي وجميله، شايفين ما شاء الله تحفه. والكباب صراحه انا مش عايزه اطلعهم عشان بس ما يبردوش، يفضلوا سخنين كده. هروح بقى اجهز السفره اهي. هو ده السفره بتاعتنا النهارده، اول يوم صحيح
زي ما قلت لكم ما نكترش، يا رب السفرة بتاعتنا تعجبكم. وما تنسونيش طبعا لو أول مرة تسمعيني اشتراك في القناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.